قلتي لماما ان انتي كلمتي عمي؟ لا ما قلتش. طب وما قلتهاش ليه؟ عشان مش ناقصه عصبيه على الصبح، لما يبقى يجي عمي يبقى يقول لها هو. اه بس هي لازم تعرف على فكره هتهبي فيكي. بقولك ايه؟ الاخ اللي بره ده هيفضل مشرف عندنا هنا كتير ولا ايه؟ وانتي مالك اصلا بالاخ اللي بره؟ يعني انا مالي؟ حاساه لازقه كده، وبعدين يعني يعمل لي فيها المنقذ. هو على فكره ما عملش حاجه اكتر من اللي احنا كنا هنعملها. انتي متضايقه منه كده ليه؟ نعم؟ وانا هتضايق منه ليه ان شاء الله؟ هو بس كده يعني انتهزها فرصه وعمال يدخل لامك ويتنحلح لها، الحاجات دي انا عارفاها كويس قوي. ما تحطهاش في دماغك. احط مين في دماغي يا زينب؟ هو انت بيخش عليكي الحركات دي؟ عامل لي فيها المنقذ والحاجات دي؟ الحاجات دي كلها مفقوسه على فكره. ايه بقى؟ طمعان فينا مش كده؟ ريحي نفسك. اختك قالت له الحمد لله ان احنا فلسنا وبقينا على الحديده. يعني بقى لو كان عايز يخلع كان قفل تليفونه وخلع زي ناس تانية، ولا ايه يا ريتال؟ حبيبتي علشان خاطري بلاش الحركات دي، مش وقتها خالص. الراجل كتر الف خيره وقف جنبنا في وقت محنه. وانا والله مش قصدي حاجه، انا بس يعني خايفه يكون بيعمل اي حاجه كده ولا كده، احنا مش فاهمينها. لا ولا كده ولا كده، ريحي نفسك انت بس. الراجل بيبان بالموقف وهو واقف جنبنا، يبقى ايه نحترمه على الاقل. ماشي لما نشوف. طمنيني. لما دلال تقول لك طمن تبقى تطمن. فوزيه ليك، هتتجوزها يعني هتتجوزها؟ خلاص استبينا، قومي معانا توكل على الله. لا اهدى، انا قلت لها ان انت رايدها وطالبها وهي ايه وبتاع ايه يا دلال؟ بطل لك ليك ديت وخش في الموضوع دغري. اسمع مني، عشان تنول مرادك لازم تبقى هادي وراسي. ايه ما انا هادي هداوة قدامك اهوت وراسي رساوة. ايه اللي قولي لي يا دلال، هو صحيح كلام الناس ده اللي هيقولوا ان البت فوزية راكبها جن مصور وهو اللي واقف حالها؟ لا مصور ولا مدور، هم بتوك في الحال اللي عاملين يقول عليها كده. انما ست الستات فوزية قمر كمل. هي من ناحية كمل فيا كمل، صحيح حلوة وفرعة وقمر، صحيح كبرت في السن شوية لكن ما يضرش. عارفة يا بت يا دلال؟ لو الموضوع ده مشي والجوازة تمت أنا هرضيكي أحسن مرضية يا أجدع ولية في الدنيا دي. أي والله العظيم. نعم يا عينيا. تراضيني ده إيه؟ لا، لما يكتب الكتاب فداني يكتب باسمي، ودلوك عايزة 50,000 جنيه أبشرق بيهم حالي. موافق يا ستي. ماشي يا دلال. فتحي اثبت مكانك، رايح على فين؟ راح اشوف حالي. راح تشوف ايه؟ حالك؟ حالك ده ايه يا ابو حال؟ ما انت قاعد واكل شارب نايم بتربي في لحم، مفيش طلوع. لا هطلع، هطلع يا ام لسان طويل. ما هو انت لازم تفهمي يا حبيبه قلبي ان اي جوازه في الدنيا فيها الراجل وفيها الست. الراجل بقى لازم يطلع ويشوف شغله، والست بقى الحلوه الجميله اللي زي كده تستناه في البيت لما يرجع تشوف طلباته. وكفايه بقى عشان انا زهقت وطهقت منك. سلام. طيب يا فتحي، اما خليتك تقول حق برقبتي ما بقاش انا شمس. يا اختي سيبيه يشم هوا ياخد نفسه. رايحه فين يا بت؟ طالعه يا حبيبتي. طالعه بس المره دي مش راجعه واصل. لا يا حبيبتي مفيش طلوع. ايه مفيش طلوع الا لما يجي جوزك، ولا انت فاكراها يعني وكاله من غير بواب؟ لا ما البواب قدامها، بس انا ما بحبش اكلم البوابين ولا الخدامين. خدامين؟ مين دول الخدامين يا بنت الكلاف؟ الكلاف ده برقبتك انت وعيلتك كلها. اقول لك اطلعي، يمكن لما جوزك يجي وما يلاقيكيش الدم يضرب في نافوخه ويطلقك ويجيب ايه اللي تشيله وترمي. اللي تشيله وترمي. ضحكتني يا شمس. يا بت الحال من بعضه،
لما تبقي تحبل انتي ابقى حبلانة. تقصدي ايه يا نادية؟ اللي بيته من جزاز يا حبيبتي ما يحدفش الناس بالطول. بالك يا بنتي يا شمس، يوم ما تحبلي هرش الارض شربات، اعمليها انتي بس. تصدقي انك مش متربية وناقصة رباية بجد؟ انا ناقصة رباية، امال ايه؟ بس الدور والباقي عليك انتي. انتي مفكرة اني فتحي ده متجوزك عشان جمال خطوتك؟ عشان مال ابوكي، عشان العزب واللطيان. خليه بس يحس ان الحاج عبد الحكيم هيطرده من الجنة اللي متنغنغ فيها، وحياتك انتي هيجلعك زي الصرمة. انا صرمة يا بنت الصرمة يا حقودية يا سودة؟ خلي الحقد والغل يهري وينقد جواكي، خليه ياكلك يا نادية يا بنت عبد السلام. يلا يا سعيد ده احنا اتأخرنا. يلا بس على مهلك، احنا لسه معانا وقتنا. المشوار بعيد وبناخد وقت. اتعب لك كده نهار فرحك يا ربي باذن الله. الف بعد الشر على الغالي، طمنينا يا اختي، ان شاء الله اللي يكره وايه اللي حصل. هو كويس الحمد لله، الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا. سلامتك يا عبد الله، انت فين يا اخويا؟ هو فين عبد الله يا اختي؟ هو بخير. يا اهلا وسهلا، الف خطوه عزيزه. هو مين اللي قال لكم انا ما قلتش لحد؟ جرى ايه؟ جرى يا كريمه، كنتش عايزاها نعرف ولا ايه؟ يا اعوذ بالله، لا يا ساتر يا رب، ازاي بقى؟ يوه، مش انت اللي قلت لبنتك ريتال تكلمنا في التليفون؟ معلش يا اختي، سامحيني، دماغي مش فيا، مدوشه من اللي حصل. اتفضلوا. اهلا يا ست جبريه، اهلا يا ست فوزيه. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا سعد رب الحكيم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، نورتونا. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وانت كمان؟ عمي بخير الحمد لله، بخير. قولي لي يا اختي، في مستشفى ايه؟ ما تتفضلوا يا جماعه، هنقف على الباب. البيت بيتك يا سي عبد الحكيم، اتفضل اتفضل. طبعا بيتنا مش بيت اخونا. يا اهلا وسهلا، منورين. عاوزين نطمنوا عليه الاول وبعدين نرتاحوا. قوي هنطمن. خش يا حبيبي اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا خطوه عزيزه، يا الف خطوه عزيزه، اهلا وسهلا. خش يا عز. ساقع ولا سخن؟ لا، نطمن على عبد الله اخوي الاول. لا، من ناحيه الحاج، الحاج خلاص بقى زي الفل، اطمنه خالص. تمام. انا شغال مع الحاج، يعني زي ما تقول كده سكرتيره الخاص. يعني هو دلوقتي بخير؟ انا اطمنت عليه الصبح من الدكتور. والزياره ميتة؟ يعني قدامنا ساعة كده. ما البنات فين؟ فوق يا اخويا فوق، هندههم لكم حالا حالا. يا ريت والله يا مرات عمي، دول وحشني قوي. قلت لي اسمك ايه؟ انا عزة يا فندم. طب تعالى معايا عزة، تعالى. اتفضل صاحبي. ايه؟ توحشتهم كيف يا واد؟ تعرفوا مين عشان يتوحشوا؟ ايه يا جبرية؟ صلة رحم.